السلام عليكم، شوكم؟ شو اخباركم؟ السلام عليكم. سلام ماما، شو اخبارك ماما؟ شو اخبارك بابا؟ كلها سنه ان شاء الله وارفع راسكم ويكم بالشهاده. اشتقت اكل شيء بالبحرين، كل شيء من اكل البحرين، طباخ امي، اكل يدتي مع الاهل. من اول ما سافرت استوعبت فعلا قيمه الوطن، قيمه الحب الوطني اللي زرعتونه داخل قلبي. هو اكثر شيء يضايقنا ان انت ما حد وابوي ما حد، وايد وحشتوني، اشتقت حق ريحتكم وصوتكم. من الاشياء اللي علمتيني اياها يا يما ان البحرين تبقى هدفنا الاول والاساسي، كل اللي نسويه كل اللي نتعب عشان وفي الاخير عشان نرفع اسم البحرين. اعرف ايش كثر انتوا كنتوا حابين ما خالد يرفع راسكم ويرفع راس البحرين. يا رب حقق لكم هالشيء باذن الله يا رب العالمين. ماما وعد ان راح ارجع بشهاده ترفع راسك باذن الله، وراح اخليش تكوني فخوره فيني. البحرين تستاهل كل شيء، تستاهل كل تعب، تستاهل كل دقيقة أتعب فيها بدراستي عشان أقدم لها بس أخذ شهادتي. أتمنى أني أجيب شهادة الامتياز، أكون الأولى إن شاء الله على الدفعة، أكون المتفوقة البحرينية إن شاء الله. والله يحفظ إن شاء الله البحرين وأهل البحرين ويجعلها بلد آمن ومستقر إن شاء الله. ولا تنسونا من دعواتكم وديروا بالكم على البحرين. راجع لكم راجع وبرقي رافع، ودي أشرفكم حب الوطن دافع، مسافر ورا حلمي بالعلم نلقى النور. مهما بعت عنك في قلبي الزينة لو غيبتني بحور. راجع لكم راجع وبرقي رافع حب الوطن دافع.